السلام عليكم. إن شاء الله دي بداية سلسلة الكلام عن مقدمة كل مادة من مواد صيدلة، وخصوصا مواد الترم الأول. فهنبدأ إن شاء الله بمادة البوتاني. ولو جالك سؤال إشمعنى مادة البوتاني اللي هنبدأ بيها، عشان مادة البوتاني أكتر مادة هتسمع إنها صعبة في أول سنة في صيدلة. فالفيديو ده عشان أوضح لك إن المادة مش كبيرة ومش صعبة، أو على الأقل تعرف اللي هي ممكن تبقى سهلة. فمبدئيا كده، إيه هو البوتاني؟ هل البوتاني ده علم جديد وإحنا هنبدأ ندرسه لأول مرة؟ في الحقيقة لأ، البوتاني احنا درسناه قبل كده في مادة البيولوجي، ولكن مادة البيولوجي بتنقسم لحاجات كتير. حاجة منهم كانت دراسة البلانت، فأما ندرس البلانتس في البيولوجي ده بيكون تحت علم البوتاني. طيب هندرس ايه في البلانتس بالتحديد؟ هندرس فيها اربع حاجات علم البوتاني بيهتم اللي هو يدرسها. اول حاجة هو الاستراكشر بتاع البلانت، او بمعنى تاني تركيب البلانت ده ايه. البلانت مثلا هتلاقيه بينقسم لأوراق وساق وجذر وهكذا، فدي حاجة من الحاجات اللي البوتاني بتدرسها في النبات. تاني حاجة هو البيوكيميكال بروسيسز اللي بتحصل جوه النبات، ودي هنتكلم عنها دلوقتي. تالت حاجة هو البروبيرتيز بتاعت النبات، أو أصلا خصائص النبات ده ايه. وأخيرا الكلاسيفيكيشن بتاع البلانت، يعني تصنيف النبات. عايز تفهم أكتر فركز معايا. أول حاجة لو احنا درسنا الاستراكشر بتاع البلانت، فده هيكون علم جديد اسمه البلانت أناتومي. طيب لو درسنا البيوكيميكال بروسيسز، ده هيبقى علم جديد اسمه البلانت فيسيولوجي. طيب البروبيرتيز هنتكلم عنها في الفارماكولوجي، والبلانت كلاسيفيكيشن في التاكسونومي. التاكسونومي عامه في الكليه بيكون عباره عن محاضره واحده او اتنين، وما ندخلش في تفاصيل كتير في التاكسونومي. طيب نرجع تاني للبلانت اناتومي، هندرس ايه في البلانت اناتومي؟ اول حاجه الروت، وبعد كده الستيم والليف والبارك. لو المصطلحات دي غريبه عليك فما تقلقش، هتكون سهله جدا. ولكن مبدئيا كده الروت هو جذر النبات، والستيم الساق، والليف الورق، والبارك اللحاء بتاع النبات. البلانت اناتومي هيهتم بدراسة كل حاجة من دي. طب ليه الستيم باللون الاخضر؟ عشان مش هنتكلم عنها كتير، انما باقي الحاجات هنبدأ ندرس الاستراكشر بتاعها. زي ما احنا قلنا في البداية، الاستراكشر هو معناه البلانت اناتومي. في البلانت فيسيولوجي هتدرس حاجات انت خدتها فعلا قبل كده في الثانوي، زي البناء الضوئي، كريبس سايكل الى اخره يعني. بعد كده الفارماكولوجي، هسيبك انت تتوقع. احنا عارفين ان احنا بندرس في الفارماكولوجي البروبيرتيز بتاعت البلانتس. طيب اي خصائص بالتحديد بقى هندرسها في النبات؟ اول حاجة الخصائص بتاعت كل جزء من النبات، وازاي هنستخدمها في الصيدلة عموما. يعني مثلا ورقة النبات ده ممكن نستخدمها كايه؟ فهتلاقي عندك ان بعض اوراق النبات ممكن تستخدمها كلاكسيتيف او ملين، والبعض التاني ممكن تستخدمه في التخدير مثلا، وهكذا لكل جزء من اجزاء النبات. في سنة اولى انت مش هتدرس الفارماكولوجي بالتفصيل، وحتى في الترم الاول مش هتدرس تقريبا خالص الفارماكولوجي. من بداية الترم التاني هتاخد اجزاء من نباتات مختلفة، المفروض تعرف البروبيرتيز بتاعتها. والنقطة دي في البوتاني او الفارما اللي ممكن يكون فيها حفظ، ولكن لو تأسست كويس في البلانت اناتومي فساعتها الحفظ هيكون عليك اسهل لانك فاهمه. وزي ما قلنا التاكسونومي مش كبير قوي، وهو محاضرة او اتنين بالكتير، هيتكلم فيه عن الكلاسيفيكيشن بتاعت البلانت. بمعنى تاني التاكسونومي زي علم الانساب في البني ادمين مثلا، تعرف البني ادم ده عيلته ايه، والعيلة الاكبر، طيب والعيلة جوه العيلة وهكذا. فبالتالي التاكسونومي في النبات شبهه جدا. ده ببساطة منهج البوتاني في الترم الاول. انت الوقت المطلوب منك تعمل ايه؟ مبدئيا لازم تكون عارف ازاي تذاكر، فكتير مننا عارف تقسيمة المنهج، بل وحافظ اسماء الدكاترة بتاعتها، ولكن عند المذاكرة ما بيعرفش يذاكر. فعشان كده احنا عملنا على القناة فيديو هيعرفك ازاي تذاكر، فلو كان السؤال ده بيجي في بالك فما تنساش ترجع للفيديو، وهتلاقيه ظاهر لك في حرف اللاي على يمين او شمال الشاشة، وهسيب لك ان شاء الله اللينك بتاعه في الديسكريبشن. نيجي لحاجة مهمة تانية، وهي مصادر المذاكرة. منين تذاكر البوتاني؟ اول حاجة هي محاضرات الكلية. في مادة البوتاني خاصة محاضرات الكلية دسمة جدا، ولو انت فهمتها يبقى المادة هتبقى سهلة جدا، سواء في سكاشن الكلية او حتى المحاضرات. وحظك لو كانت المحاضرات دي اونلاين، فهتديك فرصة اكبر انك تستوعب وتوقف في الوقت اللي انت محتاج فيه توقف. وتحت محاضرات الكلية هتكون داتا الكلية، الداتا بتاعت الكلية اللي هيرفعها لك، فهي كافية جدا انك تذاكر، وخاصة البلانت اناتومي. تاني حاجة هو النت. من على النت ممكن تشوف اليوتيوب في مادة البوتاني، ولكن مادة البوتاني على اليوتيوب مش موجودة كتير جدا، ولكن ان شاء الله احتمال نبدأ بشرحها على القناة. تاني حاجة مواقع مختلفة تقدر تذاكر منها مادة البوتاني، وهسيب لك لينك بعضها في الديسكريبشن. تالت حاجة هو ورق المكتبات. ورق المكتبات غالبا بيبقى ورق الكورسات، وبيكون متاح للكل. مش معنى كده اللي انا بقولك تروح كورسات في اول سنة، ولكن الورق هيسهل عليك حاجات كتير في المذاكرة لو كانت داتا الكلية مش واضحة. ولو جيت تسألني عن أهم مصدرين لمذاكرة البوتاني، فهتكون محاضرات الكلية، ورق المكتبات،
وده مش معناه ان النت مش مفيد، ولكن في مادة البوتاني الحاجات اللي على النت قليلة الى حد ما، ولكن في مواد تانية زي العضوية مثلا فالنت بدون منازع هو المصدر الاول للمذاكرة. والحد هنا يكون المقدمة عن مادة البوتاني انتهت، ولو لسه عندك اي اسئلة تانية سيبها في التعليقات. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.